مرحبا أحبائي أطفال صف الروضة الثانية مع المشروع الثالث حديقتي الجميلة. عدية طائق وسير كبير. هيا أحبائي في هذا الشريط التعليمي في المجال اللغوي الشفهي سنردد معا عدية طائق وسير كبير. نحن بحاجة إلى كلمات هذه العدية وصور الخضار التي سنتعرف عليها من خلال العدية. هل تحبون الخضار؟ كم هي صحية؟ هيا بنا نردد هذه العدية معا. عدية طائق وسير كبير. هيا بنا أحبائي الصغار نردد هذه العدية. عدية طائق وسير كبير. طائق وسير كبير. طائق وسير كبير. يلزمني اشرب عصير. اكل من كل الخضار يلي بحبها كتير كتير. اكل من كل الخضار يلي بحبها كتير كتير. بقدونس وخيار اخضر. لوبيا وبازيلا وجزر. بقدونس وخيار أخضر. لوبيا وبازيلا وجزر. خس وبندورة حمراء مع النعنع والبصل. خس وبندورة حمراء مع النعنع والبصل. هيدي الخضار وغيرها بتغذيني ومنحبها. هيدي الخضار وغيرها بتغذيني ومنحبها. تعطي جسمي المناعة ضد المرض بسرعة. نشاهد الفيديو ونستمع إلى العدية أكثر من مرة. نرددها جيدا ونذكر الخضار التي وردت في العدية. الجزر، البندورة، البصل، وماذا أيضا أحبائي؟ وعلينا أن ننفذ هذه البطاقة. نلون الخضار التي وردت في العدية. إلى اللقاء.